هاي، معكم لينا. كيفكن؟ بما انه ايام رمضان عم تمرق بشكل كتير على البطيء، فانا قررت انه اعمل فيديوهات انبوكسينج كتير معكم، فيديوهات اتسلى انا وياكم فيها. كرمال هيك اليوم تترترا اليوم رح اعمل انباكجينج لهيدا، اعمل انبوكسينج لهيدا الكيس كتير 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 حلو، واللي له فتره موجود هون بالاوضه وعم بتعذب كتير لحتى اشوفه. لي فتره ناطريته لهيدا الكيس لحتى افتحه وفرجيكم عليه. اوكي، ار يو ريدي؟ اوكي، حبلش بالايتم رقم واحد. اذا هول التياب كلهم هني كادو وصلوني من ألف ساك. ألف ساك هي براند تياب، كمان هودي كانوا هدية بس، فلحط لكم كمان as usual اللينك بالدسكربشن بوكس إذا حدا حب شي من هولي تياب فيو يتسوقن. كارديجان، على فكرة مزبوط الشتوية خلصت، بس أنا هودي جبته من الكولكشن الشتوية لانه كتير كتير عجبوني، فهلا السيزون الربيعي كمان بجنن، في كتير اشياء حلوه، بس انا نقيت كولكشن شتويه. اوكي؟ اوكي، هيدي الايتم رقم واحد هي هيدي الكارديجان، كان في منها لونين، انا نقيت الكالر البلو، لان كتير بحب البلو مع الجينز، مع انها سميكه، بس هيدي بالنسبه لطقس كوريا هي طقس ربيعي، فالربيع بحسه حلو مع الجينز وبلو بينك، فكرمال هيك نقيت هيدا اللون. رح جربها قدامكم. ماشي، على فكره كثير سميكه وكثير منيحه، فيكم تعرفوا دغري اذا هلق ماشي بالهول ستيل اللي بالشطه او بنمبرو. وانا نقيت على هيدي الكارديجان سايز ميديوم، يعني في سمول ولارج واكس لارج، انا نقيت سايز ميديوم، انا بحسها شوي كيوت تكون اوفر سايز. I love this cardigan، حاخذها معي اليوم البسها. اوكي، الايتم رقم 2 خليني نقيه. اوكي، حبلش بيه هيدي الجاكيت. اكيد عم تحزر، نقيت كثير اشياء هالمره لون ازرق، ما بعرف ليه. لون الازرق كثير كثير معجبني هالفتره. واو، لحظة ما كنت عارفة هيدي الجاكيت. شفتها بالصور فكرتها قماشة مثل النايلون، طلعت مثل الجلد، which is احسن بمية مرة. محطوطة على الكبسات ألف ساك اسم البراند. كتير حلوة هالجاكيت، وزنها خفيف كتير. على فكرة حلوين هودي، هو بالنسبة للبلدان العربية هن شتوية، بس بالنسبة لطقس كوريا هن ربيع، فمنيح اللي طلبت، أنا عجب من هالكولكشن. فإذا هيدي هي الجاكيت أب كلوز، فيكم تشوفوا اللون الأزرق والقماشة الجلد الخفيف، وفي منها كمان كذا لون بعتقد، أنا كتير حبيتها. فإذا هلا الايتم رقم 3 هي منا جاكيت، هي بنطلون. ترى حبيتوا هالبنطلون الزيبرا كتير. اوكي، هيدا هو البنطلون، بيجوا جري هيك واسعين بادريفون. اوكي، وله كمان زيبر سحاب، فحقيس هالبنطلون حفرجيكم عليه. هيدا البنطلون غيرت البلوزه، لبست شيء اسود معه لانه بده بلوزه يا اما سوداء ساده يا اما بيضاء ساده. هذا هو قماشته ربيعيه، فهذا الشيء كثير منيح، يعني
وراح اجرب هلا هون افتح الزبر لقلو السحاب شوف كيف بيطلع. كثير كثير مريح. بنشوفوا هون تفاصيل القماشة بتبين قد ايه هي انه قماشة منا خفيفة، وهذا تفاصيل اللون. اوكي هلا اجى الوقت للقطعة الأخيرة واللي هي وحدة من السوبر ستار قطع بالنسبة إلي، مستحيل تتوقعوا انه انا بنقي هيك شيء، بس عجبتني وحسيتها تلبسه اوتفيت كله سادة وفيه يكون اوتفيت منه كتير بيج ديل، بس هي القطعة بتعمل الاوتفيت كتير هاي فاشن. ترى لون اخضر لانه هلا الاخضر كتير دارج، اخضر مع اسود مع ابيض. جاكيت جلد، بالاحرى بليزر جلد، leather jacket. غيرت البانس لحتى افرجيكم بس كيف انا قادره اشوفها لايف للجاكيت، لانها هي عن جد جاكيت غريبه البرنت لها، بس اذا بتلبسوا لها شيء كلاسي ببين جمالها. اوكي انا ظهرت برا البيت، I'm so happy. طقس بجنة قد ما انه حلو. ليك وين البنطلون لبست؟ لبست البنطلون تاعو الالف ساك، لبقته على هالبليزر البيج وساك اسود، كنت لابسه شابو سوداء بس قررت اشرح لانه الطقس كتير حلو، وجيت حتى اشوف التشيري بلوسم بسول. هلا كيف وصلت لهون؟ نزلت على ستيشن اسمها يوينارو ستيشن اللي هي بعيدة بس ستيشن وحدة عن يويدو اللي وحدة من أشهر المحطات، وطلعت من أكزت رقم 2. بس طلعت من أكزت رقم 2 دغري على يمينه بتلاقوا الهان ريفر، واليوم نهار ثلاثة. عم تتخيلوا نهار ثلاثة؟ يعني المفروض العالم تكون بالجامعة أو بالشغل أو ما بعرف شو، بس العجقة مش طبيعية. حفرجيكم كل العالم نازلة تستمتع بالطقس وتشوف زهر الربيع. أوه. شو حلو شو حلو الطقس، عم صدق الانرجي رائعة اليوم رائعة. هيا هيدا البارك هالقد كبير، طلعوا يخزل على العالم. انا جيت اصدم بنص الاسبوع لحتى فكرت انه ما بيكون في حدا، غلطانة غلطانة كتير. سستل الجو كتير حلو كتير بيسفول. هلا هون حد النهر مطرح ما العالم عم تعمل بيكنيك، ما عم شوف كتير شجر. فتحت على الماب طلع لازم امشي بس شوي لقدام دقيقتين، فحامشي حاوصل وفرجيكم. الحمد لله اني طلعت اليوم برا البيت، كانت اشارة منيحة. لقيت زهر الربيع، واخيرا زهر الربيع بعد له اسبوع بيخلص، فانا الحمد لله لحقت حالي.
فأنا هون على هانغانغ بارك. مشيت أنا من يوينارو ليويدو ستيشن. بعدني ماشية. هيك صار بلشت نهاري، عم بعمل انبوكسينج للتياب والفاشن، ورانا تذكرت انه لازم روح شوف زهرة الساكورا بسول. كتير انبسطت انه رحت وشفتون واخدكم معي. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. ثانكيو كتير انه حضرتوه. باي باي.